اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد عادل، وده فيديو تيتوريال جديد ليا من قناة يو. طيب النهارده انا حابب اوريكم ازاي بعمل الجي اي اف او الجيف. يلا نشوف. اول حاجه طبعا نفتح الفوتوشوب، خلينا نعمل اي حاجه جديده. ممكن استخدم السايز اللي هو المربع، مش هستخدم السايز الاتش دي المره دي، هستخدم ممكن مثلا 2000 في 2000 ونسميه اوكي. نعمل فايل. نبدا بقى نستخدم ايه الحاجات الاشكال اللي عندي وكده. ممكن مثلا حاجه زي دي نكبرها بالشكل ده. عندي طبعا حاجات كتير، بس هبدا احط حاجه واحده واحده. ممكن حاجه زي كده نكبرها شويه ونبدا نظبط فيها شويه. ونعمل لها جروب. ممكن أبدأ أستخدم حاجة زي كده، نغمق سنة بسيطة الجزء اللي تحت، وممكن أديها overlay. ونعمل لها لاير تاني تحتها. كده مثلا. بالشكل ده. ممكن نغمق سنة بسيطة الجزء اللي فوق. ممكن نخلي دوت overlay برضو، نشوف يطلع بيعني. طبعا هو overlay احسن حاجة، بس هو خفيف قوي، فاحنا ممكن ندي منه واحدة تانية، ممكن نعمل منه واحدة تالتة، نخليها normal، نقللها سنة بسيطة. كده مثلا ماشي. وابدا اشيل الحاجات الزياده اللي عندي، يعني انا ممكن اشيل الاجزاء دي، خلي بس الحاجات اللي كانت عاملة بلند. اوكي نبدأ نشوف برضو الايتمز التانية ممكن استخدمها. كلها بقى حاجات رسومات اصلا جاهزة. ممكن ابدأ استخدم حاجة زي دي. وهخلي اللون بتاعها قريب شوية من لون الإزازة. ممكن نخلي 15. بالشكل ده. اوكي ممكن نشوف برضه الحاجات التانية اللي عندنا. ممكن نستخدم ايتم زي ده نخليه فوق. ممكن اعمل
أرضية شوية المكان، يعني ممكن أبدأ أغمق الجزء ده سنة بسيطة. ممكن نعمل واحدة تانية. الشكل ده كده مثلا وديها سنة بلور جاوزن بلور. ممكن سنة كمان بسيطة ماشي. نبدأ نضيف برضو items تانية بعد ما ضفت الشكل ده. أبدأ أضيف مثلا حاجة تانية لي، ممكن حاجة زي دي. الحاجات دي طبعا هتفرق في الشيب لما أعملها جيف. ممكن أضيف حاجة زي كده. نشوف حاجة زي مثلا الحاجات دي كلها يعني أشكال كلها مرسومة، بس هنحطها نضيفها على التصميم علشان تبقى شكلها لطيف، عشان وقت ما نحرك فيها تبقى موجودة. كده مثلا نشوف في ايه تاني، ممكن حاجة زي كده. هي كلها أشكال عبيطة، هي كلها حاجات أصلا مرسومة، إحنا بس بنضيفها على الشكل بتاعنا. يعني كل الحاجات دي بالنسبة لي مرسومة وكده، فممكن ننجزها على طول ونخليها واخدة شوية من الأشكال بتاعتنا. أوكي ماشي. ممكن نشوف عندنا إيه تاني. برضو بعملهم جروبات عشان ما توش. اوكي ممكن استخدم بعد كده حاجة تانية، ممكن حاجة زي دي. كده مثلا اوكي نعملهم برضو جروب. ممكن نستخدم برضه الحاجات دي. ممكن بالشكل ده برضو. طبعا انا حطيت برضو حاجتي بسرعة، وبعد كده ببدأ اشوف انا هعمل ايه. بخليها برضو جروب. بالشكل ده ممكن نصغر دي بقى شوية، ممكن نكبر دي.
تمام. كنت نصور دي سنة بسيطة. ونبدأ نضيف برضو درجات إنارة كده تبقى عنوان حاجة زي كده. نشوف برضو الجزء اللي تحت ده محتاج سنة بلير بسيطة. ممكن برضو أضيف أرضية تاني نربطها مع السنة. نملأ برضو بلير. ممكن بالشكل ده برضو ناخد من الأرضية ديت ونرمها سنة كده مثلا. اوكي نعدلها سنة بسيطة. ممكن نعمل عليها شادو برضو. ممكن يبقى شادو بالأحمر اكشلي. ممكن الدرجة ديت وممكن تيتا سنة بسيطة. اوكي كده. ممكن اشوف برضو حاجات زي دي ممكن اضيفها سنة برضو. هي كلها فيكتور ايتمز وكده وبنضيفها بس بنغير بيها شكل يعني. تمام. كده مثلا ممكن نشوف ايه تاني عندنا. زي كده مثلا. نشوف هتبقى ازاي. كوماند يو. شكلها برضو ممكن تبقى حاجة زي كده. اوكي طيب احنا ممكن نكبر كل الأجزاء دي سنة بسيطة. وبعدين ممكن أضيف تكست برضو.
شويه. ممكن نخليه مثلا حاجة زي كده. بالشكل ده. طيب هننزل دول سنة برضو كمان. كده مثلا. و خلي ديت خفيفة أكتر. بالشكل ده. سنة بلور برضو شوية عشان تظبط. اوكي ممكن نخلي دي لونها اسود. ماشي خليهم كده أحسن، خليهم باللون ده أحسن. اوكي نعمل لهم جروب. اوكي نعمل منها واحدة تانية برضو. ممكن نخلي واحدة لونها مثلا أسود وواحدة لون أحمر، أو ممكن نخليها أبيض. نشوف درجة الألوان اللي ممكن تبقى حلوة. ممكن درجة زي دي. أوكي نشيلهم دلوقتي برضو. نغير برضو في الوان شوية بالشكل ده. نضيف واحدة تانية. solid color. Soft light and other reason. Okay, awesome. طبعا اللعب في الالوان ده ضروري جدا لان هو بيغير شكل الحاجه، بيغير اللون عامه، بيغير المود، بيغير كل حاجه. فحلو ان انت تغير في الالوان بتاعتك شويه. اوكي مثلا بالشكل ده. و اوكي بعد ما وصلت للمرحلة ديت انا بفضل ان انا بعد كده اسيف. يعني انا بعمل سيف از بي اس دي. ممكن اعمل
PSD مثلا جيف 1 اوكي وبسيفها صوره سيف ديت صوره JPEG اوكي ماشي. الخطوه اللي بعدها بقى انا ببدا اقفل دي مثلا ماشي واغير في كل حاجه بسنه بسيطه يعني ممكن نعمل حاجه زي كده مثلا اوكي ممكن حاجه زي دي تتحرك سنه بسيطه وتتلف مثلا كده كده مثلا اللي بعده نفس النظام ممكن برضو دي تتحرك سنة بسيطة قوي كده مثلا ونحرك في الحاجات اللي في حواليها ممكن دي تتشد شوية كده مثلا هنا برضو نفس الكلام ممكن نكبرها هنا ديت ممكن تتحرك كده مثلا دي برضه ممكن تتحرك دي ممكن تنزل تحت شوية كده طيب دي ممكن برضه نفس النظام نغير فيها سنة هنلفها برضه شوية كأن الحاجة بتتحرك يعني احنا بنعمل منها كادر تاني ونحرك فيه الايتمز بس كده مثلا وكده ماشي دي بقى ممكن برضو بنفس الكلام كده ممكن نحرك دي طيب خلينا الأول نعمل خط للأرض اوكي عشان ما نخرجش بره الخط ده كده مثلا أفضل برضو إن أنا أخلي مستوى الخط نفسه مستوى بتاع نفسها يبقى مظبوط شوية كده يعني أخلي دي كده عشان ما يتغيرش مكانها مكان النقطة بتاعتها كده مثلا ونبدأ نشوف دول ممكن صغار وسنة ممكن نمسح كل واحدة فيهم شوية كده مثلا تمام ممكن برضو حاجة زي كده ممكن
ممكن دي برضو تكبر. يعني الحركة البسيطة هتفرق. تمام. ونسيف برضو. نكتب جاف 2 مثلا. سيف. طيب انا كده تمام. انا دلوقتي انا سجلت الاثنين. انا سجلت دي ودي. سجلت دي. سجلت دي. ببدأ افتح التايم لاين عندي في الفوتوشوب. نقفل ده خالص. نفتح التايم لاين. اوكي. ممكن نعمله as a new composition. حاجة زي كده مثلا. جي اي اف. اوكي. ممكن نعمل حاجة زي كده. ونضيف فيها الحاجات بتاعتي. اوكي. كده انا حطيت الاثنين. وين نخلي الاثنين مع المقطع بتاعهم. ممكن مثلا حاجة بالشكل ده. اوكي. ونخليها forever. كل السيتنجز بتاعتها مظبوطة. احنا نخليها كده. وبعدين بعمل save for web. export. save for web. وشوف السيتنجز بتاعتي مظبوطة على ايه. جيف. اوكي. ممكن نخليها على حاجة او ممكن ما نظبطهاش. يعني ممكن نخليها كده وممكن ما نظبطهاش. نخليها زي ما هي. اوكي. كولر كل حاجة مظبوطة. تمام. تمام. سيف اس. ونحطها على الديسكتوب. كده المفروض انها اتسيفت. نشوف الشكل النهائي. ده كده الشكل النهائي للفيجوال بتاعي. وبكده يا جماعه اكون وصلت لنهايه الحلقه. حابب اشوف كومنتاتكم وحابب اشوف مقترحاتكم. ويا ريت طبعا لو اي حد عنده فكره ممكن تضاف للفيجوال يا ريت. اوكي. شكرا لكم.